زلزال كبير، كنا نايمين على قوة الزلزال، صحينا كلنا وصحيوا الولاد صار يبكوا. ما طبيعي يعني، ما فينا نتذكر هذاك اليوم. حملت أولادي أنا وزوجي، ما قدرنا ننزل على الدرج لأن البناية تماما كل يعني ما أنا عالقة، فانطرنا شوي لهدت الهزة أول شيء ونزلنا على الشوارع. يعني ما في، يمكن نحن نزلنا شوي قسم من البناية نزل. فقنا على حركة الزلزال القوية وخفنا كتير، وبلشنا نشوف الحجر عم ينزل والحيطان عم بتشقق، وبصراحة حسينا حالنا انه هاي كانت اخر لحظات حياتنا. حملت اولادي، انا عندي 3 صبيان وبنت، حملت الصغار والعيال نزلوا، صرنا تحت بالمدخل البناء. كان في مطر وبرد ويعني شيء يقشعر له الابدان مثل ما بيقولوا. لما صار الزلزال كنا خايفين كتير ومرعوبين كتير، ولما نزلنا كانت أجزاء من البناية عم توقع فوقنا، وكان الترس متسطع ورانا. الحمد لله نزلنا بسلامة ولكن بصعوبة. شاشة الحيطان شاشة اي ما فينا ولا حسين، كان في هالهزة هون شوي أعمل، هون أعمل مو مدرسة أرضي ما فيها هالهزة. أول الجيران قالوا لي تعال شوف البناية صارت بالأرض. والله جينا ولا لقينا على هالمنظر هاي. كمان كنت شايفين خسرت كل شيء. كل منطقة الرمل عنا النكبت والبنايات كلها تقريبا نزلت على الأرض. لحد ما أجى الزلزال ما ضل شيء أبدا. يعني عملية انهار المبنى بشكل كامل، فعملية انا خسرت العدة وخسرت الامور اللي انا هي بتشغلني. واجا هذا الزنزال واضع كل شيء كنت عم بحلم كارت السوريا فترة عودتي على حمص ساعدوني وعطوني مساعدات مالية وما قصروا معي والله. وهلا بعد ما وقع بيتي رحت لعندهم وطلبت المساعدة منه. كاريتاس قدمونا مساعدة وكنت مشكورين يعني كتير، حتى قدمونا مساعدات أنا من قبل أخذ ألبسة وكذا، لأني طلعنا من بيتنا ما عندنا شيء نهائيا ولا شيء. وهلأ مقدمونا مبلغ مادي يعني كتير بتشكرهم. فساعدتك مظهر كارتاس بموضوع الأجار والبيت والمعيشة، مشهورين كتير والله يقدرنا فعل الخير انتو وغيركم، يقدرنا نحن على الدي جميل وقفتم معنا أكثر من أهالينا وكتر الله خيركم مشكورين. وشكرا كتير لكم يعني طبعا. هلأ حضرتك انت بالمحل اللي أنا استأجرته بهمتكم طبعا،
فبشكر فريق عمل كاريتاس يلي اللي قدموا لي اياه لحتى احسنت رجعت الاول. انا بتمنى انه توقفوا معي ولا مع عائلتي وشكرا لكاريتاس. شكركم كثير يعني شكرا كثير لكم على المساعده يعني عن جد اجت بوقتها يعني شوي هيك خففتونا من وقت الزلزال انه النكبه اللي نحن فيها يعني طلعنا صدقا من بيتنا ولا شيء بنملك. بتشكركم للمره الالف يعني على حسن معاملتكم وحسن استقبالكم لنا صدقا ما قصرتوا. شكرا كثير لكم يعطيكم الف عافيه. حابب ارجع على المدرسه اتعلم العب مع رفقاتي وندرس ونتعلم. بس كل اللي كان بتمنى اني انا انه يصير عندي مأوى وارجع على مدرستي ومع رفقاتي وارجع على اصخالي اليتوية وارجع على الروات مرة تانية. بتمنى ارجع على المدرسة ونرجع على البيت ندرس من اول وجديد.
شكرا لكم، شكرا كاريتاس.